في البرنامج. أشكرك يا فندم. كمان كان في حالة الحقيقة، أحد المواطنين كان اتصل بينا النهاردة، كان في موضوع غريب شويتين حصل معاه فحبينا نفهم منه التفاصيل. أستاذ نسيم فؤاد معانا على الهاتف. ايوه يا فندم. أستاذ نسيم أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا يعني. حضرتك ساكن فين؟ أنا ساكن في مشيت جبل الأسود. دي تبع اسم إيه يا فندم؟ تبع جسم الخنك يا فندم. اسم الخنك، تمام. إيه اللي حصل مع سيادتك؟ حضرتك أنا كنت في الشغل وموظف في مكتب تأمين وبعض الجيران اتصل علي قال لي في الحق في نفس بيتكم. حضرتك موظف في مكتب تموين؟ تمام. فطبعا اجريت طبعا انا بالمكنه في ظرف يعني نص ساعه، خدت نص ساعه بين المكتب ما بين البيت. ايوه. فاقول الجيران في ايه؟ قالوا في امناء شرطه دخلوا البيت. ايوه. ولابسين جواكت ولابسين بدل وبتاع ومعهم سدسات كلهم. فطبعا انا ما لحقتهمش لان انا ده يجري من مسافه طويله، ما لحقتهمش. يعني هم دخلوا اقتحموا البيت عند حضرتك. اقتحموا البيت طبعا، نادى هو ابني جرجس، عارفين الاسم وبتاع، جرجس نسيم انزل انا عايزك. ففي ست افراد كانوا مستخبين تحت البلكونه، ابني ما شافهمش. لو لما هو فتح الباب فهم اقتحموا الشقه. اقتحموا البيت بطريقه يعني بطريقه وحشيه. كان الشقه كان فيها مين او البيت كان فيه مين يا فندم لما هم دخلوا؟ البيت ما فيش غير المدام بتاعتي وابني بس، لان انا معايا بنتين وواد، ما فيش غير الواد والبنت، البيت الواد وامه بس. تمام يا فندم، لما دخلوا عملوا ايه؟ لما دخلوا طبعا البيت قالوا احنا مباحث تومين، انتوا عندكم بطايق تومين وبتضربوها على السيستم. قال لك المدام بتاعتي قالت له احنا ما بنحطش بطايق دي بتاعت مواطنين وما ينفعش نحطها في البيت. قال افتحي يا ست يا بنت كذا وكذا، يعني شتيمه لا تلي يعني لا تليق يعني. أيوه. ما ينفعش اقول. ايوه. دخلوا الشقه، راحوا اول حاجه دخل على اوضه النوم، قلبوا الحاجه اللي في اوضه النوم كبيره وصغيره ما خلوش حاجه يعني. تمام. طبعا انا كنت في نفس اليوم سحب فلوس من البنك حوالي 22000 جنيه وكان حوالي معايا 2000 جنيه في البيت يعني مصاريف البيت. مين كان يعرف انك سحبت فلوس من البنك؟ ما حضرتك انا سحبت، ما حدش يعرف، مراتي ما تعرفش. مراتي ما تعرفش ان انا هسحب فلوس. تمام. سحبت فلوس عشان هي عايزه تعمل عمليه، فانا حبيت اعمل لها عمليه فروحت جبت فلوس عشان اعمل لها عمليه. تمام. رحت المكتب بتاعي بالفلوس وقعدت بيها ورجعت من المكتب بتاعي اديتها الفلوس وطلعت على ايه؟ على الخنكة. على الشغل. على الشغل تاني. فطبعا قالوا لي ايه الحاج ده في موضوع كذا كذا منا ما اللي تمام. المهم هم لما دخلوا اقتحموا الشقه بالمنظر ده اخذوا الفلوس. اخذوا الفلوس وكسروا الجراد ما خلوش حاجه. تمام. والمسدسات في جنابهم وكل حاجه طبعا. لما انت رحت الشقه، لما انت رحت الشقه كانوا هم مشيوا. من ما لحقت ما وصلتي ما لحقتهمش، مش ما لحقتهمش. الجيران شافوا الواقعه دي يا فندم؟ الجيران كل حضرتك واقفه، طبعا لما شافوا المسدسات قالوا امناء شرطه. بص احنا مش هنقدر نحدد هويتهم دلوقتي هم مين. ما انا ما اقدرش نحدد، ما اقدرش اقول ولا غيرهم. طيب انت المفروض كمواطن دلوقتي تتجه لاقرب اسم تحرر محضر بالواقعه والمفروض الناس تشوف ايه اللي بيحصل ولا ايه؟ فطلعت لاقرب قسم ليا، الكارثه الكبيره ان القسم ما اهتمش بالموضوع خالص. يعني ايه ما اهتمش؟ ما اهتمش يعني ايه؟ حكيت لهم الموضوع قالوا بابا اركن بره، ركنت لما للساعه 11 بالليل. من الساعة كام للساعة كام؟ من الساعة حضرتك الساعة 2، ما الواقعة حصلت 1:30، أنا من 2 الظهر ل 11 بالليل وأنت راكن؟ من 2 الظهر لغاية 11 بالليل. عشان تعمل محضر وأنت اللي اتسرقت. إلا استدعاني واحد أمين شرطة قال لي اللي حصل، قلت حصل كذا كذا. وأمين الشرطة يستدعيك في الاسم ليه؟ المفروض إن الظابط اللي بيستدعيك. المهم قال لي هنطلع انا وظابط اسمه عمرو، هنطلع نعاين الموقف. قلت يا باشا انا تحت امرك. ده امين الشرطه اللي بيقول لك هنطلع نعاين؟ هيطلع هو والظابط. طلع هو اثنين امناء شرطه وواحد ظابط برضه اسمه عمرو. تمام. طلعنا على البيت كل الشارع طلع. تمام. وقال لهم الواقعه حصلت واللي كانت عربيه جيب اللي كانوا الناس جايه فيها احنا فكرناهم حكومه. تمام. وخفنا نتدخل. تمام. فطبعا الشارع كله هادي وطلعوا عليهم وقال لهم الواقعه واللي حصلت وكانت عربيه كذا تمام. وبعدين وبعدين يا استاذ نسيم وبعدين؟ بعد كده طلعوا هم وقعدوا يتكلموا مع بعض وراحوا طالعين على الاسم.
وبعدين قعدنا للساعة 11 في القسم ان هم حد يسأل علينا ولا حد يسأل يعني فينا. في الاخر عملت محضر ولا ما عملتش يا استاذ نسيم؟ حضرتك الاول استدعاني الضابط بيقول لي الموضوع ده مفبرك. قلت حضرتك انا مفبرك ليه الموضوع ده؟ فلوسي عادتي مش عادة حكومة دي يا استاذ نسيم. عملت محضر ولا ما عملتش؟ المهم قعدت للساعة 11 وقعدنا ومشينا، ما حدش رد يعمل لنا محاضر. يعني ما حدش عمل لك محضر؟ محدش عمل. يعني ما اروحش انا اسال في اسم الخنكه الاقي محضر معمول ورقم محضر موجود؟ حضرتك ما حدش عمل. رحت تاني يوم نفس الموضوع، قعدت لمالك للساعه 10 بالليل انا ومراتي وابني، ما حدش برضه ما حدش عمل لك محضر. يعني في حاله اصرار في اسم الخنكه ان ما حدش يعمل لك محضر. حضرتك طلعت على النيابه. دخلت الوكيل النيابه انا والمحامي بتاعي. كويس. راح عامل لي طلب وختموه لي، قال لي اطلع دلوقتي اعمل لك محضر. كويس. طلعت على المركز ان حد يعمل لي محضر، قالوا اركن بره بس من ما نشوف الموضوع اللي حصل معانا ده. كويس. كانت للساعه 11 برضه ما حدش سال فيا تاني. يعني انت لحد ما انت بتكلمني دلوقتي عملت محضر ولا ما عملتش؟ ما حدش عمل لي محضر. شكرا يا استاذ نسيم، شكرا، اشكرك كده انا فهمت الموضوع، ما فيش محضر اتعمل. طيب دلوقتي السؤال، ليه ما عملش محضر؟ حتى لو انت كضابط شرطه حاسس ان الموضوع متفبرك، اعمل له محضر، ولما تتاكد ان هو متفبرك لبسه قضيه بلغ كاذب ويتحاسب برضه بالقانون. ما هو كل حاجه بالقانون. ما انا ممكن اروح اقول للواحد اصل واحد سرق افكاري واعمل محضر، اعمل لي محضر، بس لما يطلع ان انا كلامي غلط كمواطن يبقى انا على طول كده قضيه بلغ كاذب وليها عقوبه وقانون موجود. لكن انك ترفض تعمل له محضر بالظبط زي واحد عيان راح للدكتور رفض يكشف عليه. انت مش عايز تشوف شغلك ليه؟ احط بقى علامه استفهام قد كده ونزعل بقى ليه؟ انا مش فاهمه الحقيقه. وبعدين انت عندك الجيران كلهم شاهدين والدنيا شاهده، وبعدين ويعني ايه الراجل يتركن من الساعه 2 الظهر للساعه 11 بالليل؟ هو متهم؟ وحتى لو متهم حقق معاه ويقعد، لكن المعامله دي مع الناس عيب.